الذي يحصل الآن أمر خطير في سوريا هو إعادة التموضع لكل الأزرع الإيرانية في سوريا. وهذا أمر خطير. لماذا؟ له علاقة باحتمالية مواجهة مع الأمريكي في المستقبل مع الأمريكي وأيضا مع الإسرائيلي. وهذا الأخطر لأنه إيران وأمريكا العلاقة بينهما قد يعني احتمال التصادم بعيد جدا، ولكن الإسرائيلي قد يقوم بعمل ما، قد وأنا أستبعد حتى الآن، ولكن قد يقوم بعمل ما، لأنه حسابات الإسرائيلي تختلف عن حسابات الأمريكي. وعلاقة إيران أو فلنقل العلاقة التي يعني العلاقة التي بين إسرائيل وإيران مختلفة كليا عن العلاقة التي بين أمريكا وإيران. فبالتالي الآن هناك إعادة تموضع لبعض الميليشيات الإيرانية لأمرين. الأمر الأول كيفية توزيع النيران في أي مواجهة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، كيفية يعني الاستيلاء على بعض المناطق التي تتيح لهم ضرب العمق الإسرائيلي، وأيضا ضرب بعض المواقع الأمريكية أو القواعد الأمريكية. يعني ما حصل من إعادة تموضع الآن للقوات الموالية لإيران في يعني دير الزور وشرق دير الزور متعلق بقاعدة أمريكية موجودة في تلك المنطقة لاستخدام يعني هناك بناء جسور الآن تربط ما بين شرق وغرب الفرات بهدف استخدام أسلحة ثقيلة صاروخية لضرب هذه القاعدة. أيضا هناك إعادة تموضع لبعض المواقع داخل سوريا في الجنوب من الفرات، أيضا تشكل نقاط انطلاق لصواريخ تطال العمق الإسرائيلي. وبالتالي هذا ما دفع العدو الإسرائيلي الآن في آخر التقارير إلى القول بأن يجب أن نعيد النظر في استراتيجية ضرب القوات الإيرانية في سوريا والاستعانة. يجب يعني هذا التوصيات الإسرائيلية بعد قادة العدو الإسرائيلي الجنرالات، التوصية بالتعامل مع بعض الفصائل على الأرض التي هي معادية لإيران. ومعادية أيضا لبشار الأسد، يعني لابد من الاستعانة بهم تحديد يعني في جهد استخباراتي وأيضا في جهد أمني عسكري، ولكن استخباراتي الأهم فلنقل حصر واستكشاف المواقع الإيرانية ذات الثقل والأهمية والتي تشكل خطرا على العدو الإسرائيلي بهدف ضربها وإنهائها. وهذا يعني يطرح من جديد قضية الاتفاق الذي حصل بين الإسرائيلي وبين الروسي وبين بشار الأسد، لأنه هو جزء من هذا على عدم السماح بتمدد النفوذ الإيراني. ولكن للأسف النفوذ الإيراني يتمدد لأنه إيران استطاعت أن تنجح في التغلغل بشكل اجتماعي داخل سوريا.